خرجه خرجه أيوة. القبض على القيادي في الجماعات الإرهابية والمكنة بخلاد الدبا في ضواحي مدينة الحوطة بلحج لم يكن نهاية المطاف في رحلة واحد من أهم المطلوبين لقوات الأمن، بل أنه فتح بابا جديدا وكشف عن وجود مخازن سلاح تم إعدادها بصورة جيدة وتوزيعها في أحواش انتشرت مؤخرا في مناطق المحافظة. وعثرت الفرق الميدانية على العديد من العبوات الناسفة والمتفجرات مدفونة في مناطق متفرقة، وتحديدا حيث كان يقيم المطلوب الأمني. ووفقا للأهالي فإن جماعات إرهابية صغيرة وحديثة التكوين تستغل الفراغ الأمني وتتولى تحضير متفجرات محلية الصنع وتخبئها في أماكن نائية، وإن كانت تنفجر في أماكن حية ومزدحمة كما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تشهد منذ يومين تحركات تصعيدية لمجاميع مسلحة وسط كريتر، حيث عبر أهالي كريتر عن استيائهم مما يجري في حيهم، حيث أقدم المسلحون على إغلاق المحلات التجارية ونشروا عناصرهم في عديد من المباني حد قول مصادر في المدينة. تأتي هذه التطورات في ظل حملة عسكرية كبيرة لتحرير أبيان من العناصر الإرهابية التي تسيطر على عدد من أحياء المحافظة والتي يبدو أنها شديدة الصلة ببعض.